السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا درس جديد. طيب، نستمر معكم. أخذنا معكم النكرة والتعريف في الدرس الماضي. فهناك بعض الجمل وبعض العبارات لا يستخدم النكرة، يعني إيه وإن لا يستخدم. بالمثال سيتضح المقال. كيف نقول أنا أرى هذا الخطأ؟ أنا أرى I see هذا الخطأ. This نقول مباشرة الخطأ mistake، ولا نقول this a mistake، لأن يعني جاء الاسم الإشارة، اسم الإشارة. إذا جاء الاسم الإشارة لا يوضع a، لا يقال a mistake، بل يقال I see this mistake مباشرة. I see this mistake. كذلك إذا جاء العدد 1 2 أو خطأ خطأين أو 3 أخطأ، لا يقال إيه، يعني النكرة لا يستخدم. مثلا أنا أرى خطأ واحدا، نقول I see، أنا أرى I see خطأ واحدا، يعني one mistake. I see one mistake. لا يقال I see one a mistake. هذا خطأ. I see one mistake. كذلك أنا أرى خطأين. أنا أرى I see خطأين. يعني اثنين يعني. Two mistake. Mistakes. عفواً mistakes. I see two mistakes عند الجمع. أنا أحب عائلتي. أنا أحب I love عائلتي أو أسرتي my family. كذلك إذا قلنا أسرتي my family لا يقال my a family، خطأ. I love my family. عندي سؤال عندي I have سؤال a question a، يعني واحد يحصى، أسئلة يحصى، لذلك نضع a question. I have a question. عندي سؤال واحد، عندي I have سؤال واحد one question. جاء العدد لا يقال a. I have one question. عندي سؤالان، عندي I have سؤالان two questions. I have two questions. أنا أشعر التقدم. أنا أشعر I feel تقدم progress. لماذا لا نقول a progress؟ لأن progress لا يحصى، لا يقال تقدم واحد أو ثلاثة تقدم، لا، هذا لا يحصى. فأما a و n يوضع أمام ما يحصى. I feel progress. I feel progress. كذلك المال لا يقال مال واحد أو مالان أو ثلاثة، لا، هذه أشياء لا يحصى، لذلك لا يوضع a. مثلا عندي مال نقول I have money يعني المال. I have money. طيب I see this mistake. I see one mistake. I see two mistakes. I love my family. I have a question. I have one question. I have two questions. I feel progress. I have money. لا تنسى الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.